الآن إلى الرأي العام. بأسى وحزن عميقين نستذكر مأساة شنغال التي جرت في 3 آب 2014، حيث تعرض شعبنا لأعتى الهجمات الوحشية خلال التاريخ الإنساني، وبدت للقاصي والداني إنها كانت تنوي القضاء على شعب بأكمله ومحو أثره على الأرض. قادها تنظيم داعش الإرهابي كواجهة للنظام العالمي، لنظام عالمي يعمل لوضع المخططات التي تخدم مصالحه، غير آبه بفناء شعب مسالم يعيش على أرضه التاريخية التي لم يزاحم فيها أحدا، بل كان يتعرض لشتى أنواع المظالم بدافع من أحقاد الجوار المضلل بأفكار عنصرية تارة، وكذا بحكم العنصرية الشديدة التي كانت تتميز بها الدولة العثمانية تارة أخرى. إن سرد تلك المظالم الآن لا تتسع له الصفحات. تلك المظالم توجت بالهجمة الوحشية التي نفذها هذا التنظيم المجرم عبر هجمته الوحشية، فكان دفن البشر أحياء وسبي النساء وإعادة النشاط لأسواق النخاسة أمام أعين العالم الذي بات قرية صغيرة كما يتبجح به أصحاب القرار فيه. ونحن إذ نستذكر هذا اليوم الأسود نهيب بضمير العالم أن يستعيد ذكريات هذه الجريمة بكل تفاصيلها، وأن لا يغفل عن اتخاذها معبراً ودافعاً لتصحيح توجهاته إن كان حقاً يبحث عن مستقبل منشود لشعوب العالم. كما نهيب بأبناء شعبنا في شنغال أن يكون متكاتفاً عنيداً في الدفاع عن جبله وسهوله وعن تاريخه وتراثه العريق الموغل في الزمان، ولكي تصبح يزيد خان حقيقة على الأرض من خلال التشبث بإدارته الذاتية التي جاءت بتضحيات شاباته وشبابه، متمثلاً صرخات الأطفال والنساء أثناء الغزوة الحاقدة. كما أننا لا ننسى في هذه اللحظات التاريخية هبوب وحدات حماية الشعب وحماية المرأة الذي كان بمثابة الأمل في الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه. تحية لسواعد اليبشة واليجشة، تلك السواعد التي ترفع راية الحق للدفاع عن أقدس ما لدينا. الخزي والعار لكل من ساهم في الهجوم على شنغال تنفيذاً ومشاركةً وصمتاً أرعناً. المجد والخلود لشهداء شنغال ومن خلالهم لجميع شهداء الكرامة من قوات الدفاع الشعبي الكردستاني ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وكل الأبرياء الذين قضوا دفاعاً عن شنغال. البيت الإزيدي في أقليم الجزيرة 3 آب 2020. بيجي برخدانا شنغالي، بيجي برخدانا شنغالي، بيجي برخدانا شنغالي، شاهد نامرن، شاهد نامرن، شاهد نامرن، شاهد نامرن.